كلا، هذه ليست تظاهرة، وهي من المرات القليلة التي تشهد فيها ساحة النجم تجمعا غير مطلبي. 1000 طالب من 18 مدرسة رقصوا في البيج دانس، أي الرقصة الكبيرة التي ينظمها المجلس الثقافي البريطاني للسنة الخامسة على التوالي تحت عنوان إيقاعات من أجل السلام. الرقصة هي هواية عن الرياضة وبتريح الجسم الضعفة، وأنا كثير بحبها في بريطانيا. رغم كل اللي عم بيصير بس هيبقى عنوان لبنان السلام. اليوم نحن رقصنا منيح، كثير منيح، انبسطت كثير ورقصنا. ليه رقص؟ كرمال السلام. بطلب من النواب كلهم يجوا على البرلمان مشان يضبطوا لبنان، يكون في تنظيم، وهالرقصة كلها بقدمها لمجلس النواب. نشاط البيج دانس ليس حكرا على لبنان فقط، بل درجت العادة أن تنظم الرقصة بداية في بريطانيا ثم ترسل إلى مختلف الدول. هذا العام اختلف الوضع، فبسبب نقص التمويل ألغي النشاط في بريطانيا، لكن ساحة النجم اللبنانية ضجت بخطوات الطلاب. أثبتت الدراسات كلها أنه الرقص بيساعد التلاميذ بالمدارس أنه يعطوا نتائج أفضل، بلس أنه عم بتزيد إبداعاتهم الفكرية. فنحن كمان هيدا سبب من الأسباب اللي عم نحاول ننشر الوعي حوله. وكعادته لم يغب السفير البريطاني عن الرقصة، لكنه وقف بين المتفرجين. Have you seen my dancing? There's some things I can do okay, there's some things I'm terrible at. And if I dance here today, you kick me out of the country. We're showing the world that this is not a divided country. It's not a country that's on its knees. People believe that Lebanon doesn't have this energy. I believe in this energy. Look at these amazing kids and you think this is a Lebanon that can put a man on the moon. الطلاب رقصوا في حركة أعادت الحياة إلى ساحة النجم التي ملأها النواب بحركات غالبيتها بلا بركة. Yeah.